اللي ما بتزينه عروقه ما بتزينه خروقه. هي بيقولوها كثير، بيقولوها كثير بالمسلسلات السوريه اكيد بتسمعوها. كيف؟ اللي ما بتزينه عروقه ما بتزينه خروقه. العروق العروق بين اللي يعني التفاصيل تاعه مو التفاصيل تاعه، العروق هو اللي بيستخدموها دلاله على الاصل والصفات النبيله شغل الشكل تاعه والصفات تاعه. والخروق شو ماله؟ الخروق هما اللبس. هذه عندنا مثال. شو هو؟ كاين مثال خليه معليش. اوكي. هذا بيقول انه الثياب والمظاهر ما بتميز الانسان ولا بتميزه عن اي شخص ثاني باي صفه، اللي بيميزه اكيد هو صفاته الحميده والنبيله. وي بيان سور بيان سور. انا عرفت هذاك المثال اللي يقول لك اللي مزين من برا شحوالك، ما فهمتش سيباسا 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 فوتوها. يا اللي مزين من برا شحوالك من الداخل. ايه هو صح يقدر جعل الصفات هو لك محبي مورا صح لابس من برا شباب ونقيت وي هذا راه صفاتك والداخل واش فيك انت. قال لك ما تشوفش من زوقه شوف المعلقه. اوكي. هذا التمثاليين يقولوه. يلا زيد. خطف الكباية من راس الماعون. ايه خطف الكباية هي الكاس من راس الماعون. هي دلالة على التسرع باطلاق الاحكام واطلاق النتائج. اللي بيتسرع ما بيسمع الفكرة كاملة او ما بيسمع قصة كاملة وبيتسرع بيقول حكم او نتيجة، فهذا بيقولوا له خطف الكباية من راس الماعون. احنا نقولوا حاكم الكعالوي يجبد. حاكم الكعالوي يجبد. تما ما يعرفش الموضوع سوالا يحكم غير اخر الذيل ويبدا يحكم على الناس. في عندنا واحد بيشبهه من ذنب القصه بس ما بتذكره بعد شوي بيطلع. يلي بيته من ازاز ما يرمي الناس بحجاره. هاي اكيد بتقولوا هذا نقولوا احنا كاين مثل المرادف ليه، اللي ماشي في كرشو تبن ما يخافش من النار. اللي ما فيش بكرشو تبن ما يخافش من النار. ما يخاف من النار باسكو هي هو معاكس المثال تاعك بصح نفس في نفس السياق. انت واش قلت؟ اللي بيته من ازاز ما يرمي بحجاره الناس. لا مش جامعه مش كيف كيف. يعني راح لك اكثر عن لا يعني هذا المعنى تبعه انه ما تواجه الناس بعيوب اصلا بتكون موجوده فيك، فانت تواجه الناس بعيوب هي موجوده فيك. اسف درت تقدير. فكرني في هذاك تاع الجمل انت حردبتو الجمل شاف حردبتو ولا يشوف حدبت الناس عفسه. طيب عمال منيح ديجا المصاربة باش يقول لك اللي بيته من ازاز ما يحادفش الناس بالطوب. ايوه هي نفسها هكا بس مصري. تماما دائما عم تعطيني اياها بالمصري. عمال منيح وكب البحر. دير خير وانساه. دير خير وانساه لانه قد ما عملت منيح رب العالمين ما بينسى حدا وما بينسى الخير اللي عملته. فدير خير ورمي في البحر وكب البحر. يلا.